السلام عليكم. بما ان اليوم الجمعه والتاريخ 13 في الشهر، فيلم الاسبوع راح يكون فيلم فرايداي ذا 13، وقصه الفيلم عن يوم الجمعه لما يصادف تاريخ 13 في الشهر، يعني نفس تاريخ اليوم. وتقييم للفيلم الصراحه مش فاكر، لاني شايف الفيلم تقريبا من 10 سنين، بس اتذكر ان الفيلم حلو وبس. والله في امان الله.